صراحة تقريبا احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير حفل إطلاق النسخة العربية لبرنامج تيد الأرضية التي تشيع الأفكار المتفردة والمبتكرة على أوسع نطاق. وشارك في هذه التظاهرة الثقافية التي نظمت حول موضوع بالاستكشاف تقوى مساعينا أربع مشاركين من السعودية وسوريا والمغرب ولبنان. يعني اليوم احنا كعرب من مشارق الارض ومقاربها مفروض يكون عندنا ايمان بقوه لغتنا العربيه، وهذا ما فعله تيد اليوم بالمنصه تيد. طبعا كان في هناك منصات اقليميه ابتدات في الدوحه عام 2021 في شهر ديسمبر، والمنصه الثانيه او الاجتماع الثاني كان لنا في عمان في الاردن في شهر 5 في 2022، وهذا التجمع الثالث لنا. الغاية من هذه الجولة الإقليمية تتجلى في تجميع الأفكار المعبر عنها في منصة شارك أفكارك مع تيد بالعربي لتقديمها خلال قمة الدوحة، كما أن هذه المنصة مفتوحة إلى غاية 31 أكتوبر 2022.